يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا يلا معايا. أهلا بكم أحبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيماية. آية النهاردة يمكن هتفرق كتير مع ناس كتير من اللي بيسمعوني، لأنه دايما الإنسان بيخلي باله قوي في مشيته في سكته وهو ماشي بيبص. أحيانا في ناس من كتر ما هي يعني قلقانة على اللي ممكن يكون في الأرض بيبقى ماشي باصص في الأرض. النهاردة ليك وعد من ربنا في صلاة حنة أم صمويل في أصحاح 2 في صمويل الأول. تعالوا نقرأ الجزء اللي بتصليه حنة، بتشكر ربنا على استجابته للصلاة وبتكلم عن الله القوي المجيد العظيم الرائع العالي المتحكم صاحب السلطان. تعالوا نشوف الآية الجميلة بتاعتنا. بتقول في عدد 9 صمويل الأول أصحاح 2 وعدد 9: أرجل أتقيائه يحرس والأشرار في الظلام يصمتون لأنه ليس بالقوة يغلب الإنسان. صمويل الأول 2:9. تعال نحفظ بس الجزء بتاعنا اللي بيقول إن أرجل أتقيائه يحرس. صمويل الأول أصحاح 2 وعدد 9. غمض عينيك وقول معايا كده: أرجل أتقيائه يحرس. صمويل الأول أصحاح 2 وعدد 9. الإله ده الإله اللي عارف مشية كل واحد فينا، أو خلينا نسميها زي ما بيسميها الكتاب سلوك الإنسان، سلوك حياته، طريقته، مشيته، دنيته. أنا أشجعك جدا جدا النهاردة أنك تقول له: يا رب أنا عايزك تحرس رجلي. بس الموضوع مشروط، لازم يكون الله عشان يحرس رجليك من كل زلل، أو زي ما بيقول مزمور 121: يحفظ دخولك وخروجك ذهابك وإيابك. لازم يكون الموضوع في تقوى الله. أرجل أتقيائه يحرس. النهاردة الله يقدر يقود حياتك ويحفظ حياتك ويحفظ حتى رجليك من الزلل. إمتى؟ لما يكون في تقوى في الحياة. وعشان كده أنا أشجعك بكل قلبي، أشجعك تشجيع كبير النهاردة أنه يكرمك ربنا تقول لنفسك هذا السؤال. خليني أقول لنفسي، أنا مش هقول لحضراتكم، هقول لنفسي لأن أنا محتاج الكلام ده. يا رب النهاردة خليني أمشي في سكتك زي ما أنت عايزني، خليني أسلك في طرق الرب عشان أكون يا رب محفوظ لديك من كل شر ومن الزلل. تحفظ رجلي من الانزلاق في الخطأ أو الانزلاق في أمر لا يرضيك. خليني النهاردة أكون كالتقي الذي يحيا لك ويعيش لك ويخلص لك كل زمن العمر. أرجل أتقيائه يحرس. صمويل الأول أصحاح 2 وعدد 9. التانية بتاعتنا النهاردة جميلة جدا، بتتكلم برضو عن الواحد ماشي أو بيركض أو بيجري وبيلاقي سكة ومسلك. بيقول كاتب الكلمات دي: أركض إليك أيها الحبيب حين ترى عيني سهاما تطير. أول ما لاقي شر يا رب أنا هجري عليك، وأنا مصدق كويس أنك أرجل أتقيائك تحرس. أركض إليك فأنت قريب، فأنت لنفسي كظلي تسير، أنت اللي ماشي معايا، فأنت لي ترس وأنت لي عز وأنت سلاحي أسرع إليك. آخر عدد في الترنيمة دي من أروع ما كتب كاتب الكلمات دي، بيقول كده: أنت لي في بحر الحياة طريق، مسلك قويم في لج المياه، مركبات جيش أحاطت بنفسي، صرت حولي سورا بابا للنجاة، أهتف وأغني ظافرا يا ربي، سحقت عدوي وأنرت دربي. أشجعك من كل قلبي النهاردة إنك تمشي في سكة ربنا. الله بيدور على الناس اللي بيحبوه عشان يحفظهم ويحرسهم، الناس اللي رفضوا طريق قايين ورفضوا إن هم يسلكوا في مسالك الشر، لكن الناس اللي بيحبوه
أرجل أتقيائه يحرس. صمويل الأول أصحاح 2 وعدد 9. تعال نشوف ترنيمة النهاردة. أرجل أتقيائه يحرس. صمويل الأول صح 2 وعدد 9. الإله اللي بيشجع كل واحد النهاردة أنه يتقيه في مسيرة حياته. وعشان يعمل كده لابد أن يكون الواحد في تقوى قدام الله عشان تفضل سكته عدلة وأرجله محفوظة من كل شر. وأنا أشجعك تسمع كلمات الترنيمة اللي كاتبها، بيقول له أنا حجري ليك، سكتي ناحيتك، وما عنديش حد تاني ينفع يفرح حياتي غيرك. أنت إلهي اللي أنا بحبه واللي همشي معاه وهكمل معاه. أركض إليك أيها الحبيب حين ترى عين سهاما تطير. أركض إليك فأنت قريب، فأنت لنفسي كظلي تسير، فأنت لترسن وأنت لعز وأنت سلاحي. أسرع إليك فأنت لترسن وأنت لعز وأنت سلاحي. أسرع إليك أشعل عدوي نيرانا كثيفة، وأهاج حولي ريحه المخيفة. فصرخت ربي خيماتي ضعيفة، فلا تتركني بنفس أسيفة. فأنت أليفي مؤنسي اللطيفي، فيئة من ناري سند الضعيف. فأنت أليفي مؤنسي اللطيفي، فيئة من ناري سند الضعيف. أنت لي في بحر الحياة طريق، مسلك قوي في لج المياه. مركبات جيش أحاطت بنفسي، صرت حولي سورا بابا للنجاة. أهتف أغني غافرا يا ربي، سحقت عدوي وأمرت دربي. أهتف أغني غافرا يا ربي، سحقت عدوي وأمرت دربي. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا. ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل فرحان معايا بالترتيل. يا
يملى حياتك بالتهاليل، يومك بخير طيب وجميل يا ربي.